السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن من أفضل الأعمال الصالحة التي دعا عليها الشرع ورغب فيها الصيام، فقد جعله الشارع أحد أركان الإسلام الخمسة العظام، وأخبر عز وجل أن الأمم لا تستغني عنه لما فيه من تهذيب الأخلاق وتطهير النفوس وحملها على الصبر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى بعدما ذكر المسارعين إلى الخيرات من الرجال والنساء والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. أيها الإخوة الأفاضل، ومن فضائل الصيام أنه وقاية للعبد من عذاب الله، ومعنى وقاية أي جنة، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. ومنها كذلك أنه طريق عظيم إلى الجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهلها، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: يا نبي الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بالصيام فإنه لا عد له. ثم أتيته الثانية فقال: عليك بالصيام. فكان أبو أمامة لا يرى في بيت دخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، وذلك لكثرة صيامه. وجاء في الصحيحين مع سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة بابا اسمه الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل معه أحد غيرهم. ومنها كذلك أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة في نهاره فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم فشفعني فيه، قال: فيشفعان فيه. ومنها كذلك أن الصائم يوفى أجره بغير حساب، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أي أتكفل به، يدعو طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بلقاء ربه، ولا خلوف فيه. الخلوف هي الرائحة الكريهة المستقذرة التي تخرج من معدة الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك. ومنها كذلك أنه كفارة لكثير من المخالفات، فمن ذلك أنه كفارة لحنث اليمين، وكفارة لقتل الصيد في الإحرام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة،
فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. الآية. وروى البخاري في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ومنها كذلك أن من صام رمضان وأدى الفرائض الأخرى كان من الصديقين والشهداء، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني أن رجلاً قال: يا نبي الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات 5 وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. ومنها كذلك أن رمضان تكفير للخطايا والسيئات، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الأفاضل، لقد فضل الله جل وعلا بعض الأزمنة على بعض، فمن ذلك أن من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ومنها كذلك أن أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم، وخاصة اليوم العاشر، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، أي أنه يكفر سنة سابقة. ومنها كذلك صيام يوم عرفة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم عرفة قال: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومنها كذلك صيام 3 أيام من كل شهر، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة أو أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي ب3، أي النبي عليه الصلاة والسلام أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أركع ركعتي الضحى. ومنها صيام 2 والخميس، كما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيام يوم 2 والخميس قال، وأيضاً كما في مسند الإمام أحمد قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم بلغنا رمضان وإنا على صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا في رمضان من المقبولين ومن عتقائك من النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.